فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث، إن شاء الله النهاردة حصة النهاردة هناخد تدريبات على الدرس الرابع اللي هو بيتكلم على لاجون الفلوس ولاموني والعملة. طبعا الدرس ده مهم زي ما قلنا، أهميته إن إحنا هنستخدمه إزاي. لو أنا عايز أشتري شيء لازم أعرف العملات وأنواع إيه العملات. طيب التمرين الأول بيقول لك إيكوت نيميروت إي ريبون، إيكوت اسمع، نيميروت رقم، إي ريبون وجاوب، وإيه وجاوب. يعني إحنا الأول هنسمع إيه الحاجات اللي هنسمعها، هنرقمها على حسب الترتيب اللي هنسمعه، بعد كده هنجاوب على السؤال. طب إيه هو السؤال الأخير؟ بيقول لك كاسكيل غيست، وخدناه قبل كده قلنا كاسكيل غيست يعني ماذا يتبقى، كاسكيل غيست يعني ماذا ايه يتبقى. طبعا احنا بعد ما هنسمع هنشوف الاموال اللي هتتبقى ايه وهنكتب الحاجة اللي اتبقت. طبعا احنا هنسمع مرتين كالمعتاد. Leçon 4. Qu'est-ce que c'est? Activité 1. Écoute, numérote et répond. 1. Un billet de 20 euros. 2. Un billet de 10 euros. 3. Un billet de 5 euros. 4. Une pièce de 1 euro. Qu'est-ce qu'il reste? هنسمع المرة الثانية. Leçon 4. Qu'est-ce que c'est? Activité 1. Écoute, numérote et réponds. 1. Un billet de 20 euros. 2. Un billet de 10 euros. 3. Un billet de 5 euros. 4. Une pièce de 1 euro. Qu'est-ce qu'il reste? طبعا احنا بعد ما سمعنا مرتين الاجابه، اجابه التمرين ده هتكون اول حاجه هو قال ايه؟ ان بيي دو 20 يورو، يبقى هنا ادي رقم ايه؟ 1. طيب تاني حاجه قال ان بيي دو دي زيرو، يعني عمله ورقيه قيمه 10 يورو، ادي دو. طيب ثالث حاجه قال ان بيي دو 5 يورو، يعني عمله ورقيه قيمه 5 يورو. رابع حاجه قال اون بيس دو ان يورو، يعني عمله معدنيه بقيمه ايه يورو. احنا قلنا ان بيي يعني عمله ورقيه، اون بيس يعني عمله ايه معدنيه. طيب في الاخر بيسالك سؤال بيقول لك كاسكيل غيست، يعني ايه اللي اتبقى، كاسكيل غيست يعني ماذا تبقى. طبعا ايه اللي اتبقى هتلاقي، هتلاقي عندك لو جمعت اللي اتبقى هتلاقي فيه ان بي دو 50 يورو، وهتلاقي فيه اون بيس دو 2 يورو. لو جمعتهم يبقى هنا هتلاقي، يبقى هنا اللي هيتبقى ايه الغيست، ان بي دو 50 يورو اي اون بيس دو 2 يورو. يبقى il reste un billet de 50 euros et une pièce de 2 euros. Une pièce de 2 euros. طيب نشوف بعد كده التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك كونت. كونت يعني كاونت، يعني عد. جايب لك حاجات وانت مطلوب منك ان انت تعدها. طيب نشوف اول واحده، احنا بنأول بنجمع كده، بنجمع بالظبط ادي كذا. شوف اول حاجه في ان بي دو 20 يورو، في ان بي دو 10 يورو، في ان بيس دو 2 يورو، وفي ان بيس دو 1 يورو. دي اول واحده انا المفروض ان انا بجمعها وبعدين اقول كام. تاني واحده في ان بي دو 20 يورو، ان بي دو 20 يورو، ان بي دو 10 يورو،
un billet de 5 euros, une pièce de 2 euros, une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro. المفروض في الاخر انا اجمعهم مع بعض واشوف هيطلعوا كام. ثالث واحدة فيها un billet de 50 euros, un billet de 10 euros, un billet de 10 euros, un billet de 10 euros, un billet de 5 euros, بعد كده une pièce de 1 euro, وبعديها une pièce de 1 euro. المفروض ان انا اجمع ده كله في الاخر اشوف الحساب هيطلع كام ايرو اللي موجود. طيب الحل هنا اول واحدة لو شفته هتلاقوا 20 يورو و10 دي 30 و2 1 3 يبقى الحساب هيبقى 33 يورو 33 يورو 33 يورو. طيب تاني حاجة هتلاقي 20 يورو و20 يورو و10 ادي كده 50 و5 ادي 55 و2 2 1 و5 يبقى كده هيبقى 60 يورو هتبقى 60 يورو 60 يورو. طيب تالت حاجة لو شفنا هنلاقي ان بي دو 50 يورو ادي 50 يورو ان بي دو 10 يورو و10 ادي 60 ان بي دو 10 يورو ادي 70 ان بي دو 10 يورو ادي 80 ان بي دو 5 يورو ادي 85 وفي اون بيس دو 1 يورو واون بيس دو 1 يورو يبقى الحساب كله لو جمعتهم هيبقوا كام؟ 87 يورو اللي هي 86 يورو 86 يورو 86 يورو. طيب نيجي بعد كده التمرين التاني برضه يكوت زي التمرين اللي فات برضه ايه؟ يكوت زي التمرين اللي فات هنسمع برضه مرتين. اكتيفيتي 3 اكوت نوميروت اي ريبون 1 Une pièce de 2 centimes. 2. Une pièce de 20 centimes. 3. Une pièce de 10 centimes. 4. Une pièce de 1 centime. Qu'est-ce qu'il reste ? Activité 3. Écoute, numérote et réponds. 1. Une pièce de 2 centimes. 2. Une pièce de 20 centimes. 3. Une pièce de 10 centimes. 4. Une pièce de 1 centime. Qu'est-ce qu'il reste? طيب طبعا هنا احنا زي التمرين اللي فات بيقول لك ايكوت اسمع نيميرو رقم ايه ريبون. طبعا هو اول حاجه قال ايه؟ قال اون بيس دو 2 سنتيم. هنا بيتكلم يا جماعه عن الاوش بقى عن ايه الاوش. التمرين الاول في الايكوت كان بيتكلم على الايرو هنا بيتكلم على السنتيم اللي هو الاوش. هنا بيقول لك اول حاجه قال لك ايه؟ واحد ان قال لك اون بيس دو 2 سنتيم. طيب 2 قال لك اون بيس دو 20 سنتيم. 3 قال لك اون بيس دو 10 سنتيم. 4 قال لك اون بيس دو 1 سنتيم. طب احنا هنا لو شفنا كده وبيسالني في الاخر كيس كيل ريست ايه اللي اتبقى؟ كيس كيل ريست ايه اللي اتبقى؟ كيس كيل ريست ايه ايه اللي اتبقى؟ احنا لو شفنا اللي اتبقى هنلاقي اتبقى في اون بيس دو 50 سنتيم و اون بيس دو 5 سنتيم 5 سنتيم. يبقى اللي اتبقى كده يبقى اقول لك كيس كيل ريست هيبقى كده ايل ريست يتبقى اون بيس دو 50 سنتيم يعني عملة معدنية قيمة 50 قرش et une pièce de 5 centimes et une pièce de 5 centimes ou عمله معدنيه قيمه 5 قروش يبقى دول ايه اللي اتبقوا دول ايه اللي اتبقوا. طيب نيجي بعد كده التمرين الاخير بيقول لك كنت اللي هي كاونت يعني عد يعني هنا قال
مطلوب منك ان انت تقول اليوهات الموجوده والسنتيم، اليوهات والايه والسنتيم والقوش. طبعا هنا اول واحده فيها ان بي دو 20 يورو، اون بيس دو 2 يورو، اون بيس دو 20 سنتيم، واون بيس دو 2 سنتيم. طبعا احنا قلنا الفرق ايه بين العمله المعدنيه لليو والعمله المعدنيه للقرش، ان اليو هتلاقي دايما بيتكون من لونين العمله المعدنيه، لكن السنتيم تبقى لون واحد، يعني يا اما لون نحاسي يا اما لون اصفر، لكن دايما الايغو العمله المعدنيه بتبقى لونين فضي وذهبي. طيب تاني واحده فيها ان بي دو 20 ايغو، ان بي دو 10 ايغو، ان بي دو 5 ايغو، فيها اون بيس دو 2 ايغو، فيها اون بيس دو 50 سنتيم، فيها اون بيس دو 20 سنتيم، واون بيس دو 5 سنتيم. تالت حاجة في ان بيي دو 50 يورو، ان بيي دو 10 يورو، ان بيي دو 5 يورو، اون بيس دو 1 يورو، اون بيس دو 50 سنتيم، اون بيس دو 20 سنتيم، واون بيس دو 10 سنتيم. مطلوب مننا ان احنا نعد. طبعا اجابة التمرين ده هتبقى اول واحدة هتبقى لو حسبنا ان بيي دو 20 يورو وان بيس دو 2 يورو كده بقت 22 يورو، هتبقى 22 يورو، 22 يورو يعني 22 يورو. طب نشوف القرش كام بقى، ان بيس دو 20 سنتيم وان بيس دو 2 سنتيم، يبقى كده 22 قرش يبقى 22 سنتيم. يبقى اول واحده هتبقى 22 يورو و 22 سنتيم، الثانيه هتبقى ان بي دو 20 يورو وان بي دو 10 يورو وان بي دو 5 يورو وان بيس دو 2 يورو. لو حسبنا اليوروهات هنا هيبقوا كام، 20 و10 30 و5 35 و2 يبقى 37، يبقى 37 يورو، 37 يورو. طب نشوف القروش كام، ان بيس دو 50 سنتيم، ان بيس دو 20 سنتيم، ان بيس دو 5 سنتيم، يعني هتبقوا حوالي 50 و20 70 و5 يبقى 75، 75 يعني 75 سنتيم، 75 سنتيم، يبقى هنا هتبقى 37 يورو و 75 سنتيم، 75 سنتيم. طب نيجي اخر واحده هتلاقي ان بيي دو 50 يورو، ان بيي دو 10 يورو، ان بيي دو 5 يورو، اون بيس دو 1 يورو، اون بي دي هنا اليوروهات، اليوروهات يبقى كام، 50 و10 60 و5 يبقى 65، وفي 1 يورو يبقى 66. نيجي للسنتيم للقرش بقى، في اون بيس دو 50 سنتيم، اون بيس دو 20 سنتيم، واون بيس دو 10 سنتيم، يبقى لو حسبنا السنتيم هتبقى 80 سنتيم، 80 سنتيم، 80 ايه سنتيم، يبقى هنا هتبقى الاجابه بتاعتها 66 يورو، اللي هي 66 يورو، 66 يورو و 80 سنتيم، 80 ايه سنتيم. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا من حصه النهارده، وانا زي ما قلت لكم كل ده اهم شيء ان انا اعرف الارقام، اعرف الارقام واعرف العمله، واعرف ايه العمله، ان انا اعرف ان اليورو هي العمله بتاعتهم، والقرش يعني ايه سنتيم، والقرش يعني سنتيم. واتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.